السلام عليكم. الله يسلمك، رحم الله والديك، شلون صحة الله يحفظك. اول شيء عرفنا عن نفسك. انا حسين، بالمناسبه جينا هنا احنا مظاهرات سلمية. تصبغون وهذا، احكي لي شنو هاي النشاط؟ بالمناسبه احنا جينا، هذا النفق كان مترك للدوله تاركته، فاحنا ناشطين ساعدوا ويانا وشباب جروب فنانين رسامين، فاحنا بالمناسبه طوعنا صار لنا ما يقارب من يوم 25 اكتوبر لحد الان. يعني انتم يوم 25 اكتوبر لحد الان ساعدنا الرسامين، نظفنا النفق، تشوفون اصباغ الجدار كملت هسه، ما يزال عندنا حمله على الرصفه والحمد لله والشكر، جهود عاليه والمظاهرات مستمره سلميه الحمد لله والشكر. احنا نرسل رسالتنا لهاي الحكومه الناشده، نقول لهم يا حكومه نريد وطن، نريد خدمات، ابسط الخدمات هي للشعب العراقي، المي، كهرباء، باقي الخدمات، يعني الشعب يعني مبينه هيك صوره واضحه كلش.